السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم راح نتكلم عن تحديث جديد، تحديث ضخم جدا، اضافوا فيه سكنات كثير، منها سكنات ميكاسا وليفاي اللي هم خاصات بتعاقد هجوم العمالقه. فراح نستعرض عليكم كل الاشياء والتغييرات والاضافات والاشياء اللي انحذفت، كل هاي الاشياء بمقطع واحد. فقبل بداية مقطعنا كالعادة لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسى كود الشوب YZYDD يكون دعم كبير الي. ليتس جو، نرجع شو حكيت، انا نسيته صح؟ هاي مقدمة بتنسوها انتو دائما، سووا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وكود الشوب YZYDD. الله يسعدكم، هالاشياء تدعمني جدا جدا جدا. فجد هسه الان ليتس جو، راح نبلش الان نختصر اشياء هجوم العمالقة بالاول، بعدين نتكلم عن باقي الاضافات والاشياء الجديدة والسكنات واشياء خرافية جدا، فبنتكلم عنها بالترتيب. راح يكون عندنا حزمة مشتركة فيها سكن ميكاسا وليفاي وباقي اغراضهم، وراح تكون سعر الحزمة زي ما تشوف بالايتم شوب 2200، مع حقيبة ظاهر وصورة، اتوقع هذا الفلاش الضوء كمان حقيبة ثانية. في حزمة جنبها راح يكون فيها باقي الاغراض اللي هي بتتكون من جلايدر ليفاي اكس حقيبة ظاهر، الحقيبة راح يكون لها اكثر من ستايل، اربعة الان بوريكم اياها، وفي حقيبة ثانية، وعندك ثلاث رقصات بوريكم اياهم. هاي ليفاي شباب ستايل اول، وهي الستايل الثاني بدون وشاح. هاي حقيبة الظهر الخاصة فيه اللي هي الحقنة او الابرة اللي كانت تستخدمها بالانمي. ميكاسا لها ستايلين، بوشاح او بدون وشاح. اوكي، كمان الحقيبة بشكل مصباح، ستايل ضاوي وستايل طافي. البعدية راح يكون حقائب ظهر، هاي الاولى، وهي الثانية جلايدر عفوا، واحدة حقيبة واحدة جلايدر، عليها الشعار تاعهم. هاي الحقيبة لها اكثر من ستايل، شايفين كيف الفيالق نفسها يعني حلوين. عندك الاكس، هذا الاكس الخاص بالهجوم العمالقة، نفس الاكس بالانمي بس معدلين عليه. هاي الرقصات تاعونهم، هاي رقصة العمالقة ضافوها في اللعبة، كيف العمالقة كانت تمشي في الانمي عملوها كرقصتين، وهاي الرقصة الثالثة، ثلاث رقصات لهم للعمالقة، فبتقدر تستخدمها باي سكن يعني. طبعا اليوم راح نقدر نفتح سكن ايرن، لانه اليوم تحدياته راح تنزل ونقدر نحصل على سكن ايرن اللي هو السكن السري، فراح انزل مقطع ثاني شرح تحديات السكن السري، تمام؟ فخليكم متاكدين انكم فاعلين زر الجرس حتى يصلكم اشعار لما انزل المقطع. بيجي واحد يسالني يزيد، لا قبل ما يتسالني لا تسالني اصبر بعدين اسالني. في اغراض كمان لهجوم العمالقه اللي هي الاسلحه تعاونهم، ثلاث اسلحه عندك، السلاح الاول، الثاني اللي هو اللي تهاجم فيه، الثالث اللي هو عن طريقه تقدر تشبك في البنايات وتنطلق مسافة زي الانمي يعني، تمام؟ فهذا السلاح راح يتشكل من ثلاث قطع، القطعة الأولى اللي هي الأساس، القطعة الثانية اللي هي السبير زي السهم، تطلق السهم على الجدار عشان تشبك فيه زي الجرابلر يعني، القطعة الثالثة اللي هي السيوف اللي تدمج فيها خصومك. هاي الأشياء الثلاث ما راح تلقاها بأي مكان إلا بالصندوق الخاص بالإنمي، أضاف صندوق في اللعبة هذا شكله، هذا الصندوق بس راح يكون بأماكن معينة راح تلاقي فيها الأسلحة أو القدرات الخاصة بتعاون هجوم العمالقة. طيب شو السؤال اللي كنت راح تسألوني إياه؟ أذكركم السؤال اللي هو يزيد، شو الجوائز الخاصة بالتعاقد؟ دراغون بول سووا له باتل باس مجاني زي الجوائز وجبناهم، ناروتو سووا له موقع وكان فيه زي مظلة التنين جبناها مجانية، لحد الآن ما شفنا جوائز أنا بقول لكم إلا هذول الجوائزتين، بخاخ ليفاي وبخاخ ميكاسا، حتى ما عملوا لهم قائمة جوائز، حطوهم ضمن التحديات. كيف يعني ضمن التحديات؟ يعني عندك التحديات الأسبوع الخامس، في تحدي من التحديات لما تعمله بيعطيك البخاخ الخاص بميكاسا، وليفاي راح يكون يمكن بالاسبوع الخامس او السادس، ما بعرف وين راح يكون البخاخ تاعه، بس حسب ما اعتقد مستحيل فورتنايت يعني ما تنزل تحديات خاصه بتعاقد زي هجوم العمالقه، يعني يعتبر زي انمي دراغون بول زي ناروتو اشي ضخم، فعلى اغلب احتمال اليوم فجاه ينزلوا خبر انه في موقع مش مع المعارك انه فوتوا سجلوا فيه وجيبوا الجوائز، او ممكن خلال الايام القادمه، عندي احساس كبير انه لازم يكون في جوائز، وانتم بتعرفوا ليش زي دراغون بول وناروتو انمي هجوم العمالقه، ما عارف ليش يعني
لحد الان ما حطوا الا البخاخين هذول. فهي فكره البخاخين هذول لحد الان جوائز مجانيه، راح تنزل كمان جوائز على الاغلب. طيب مع تحديث اليوم اكتشفت انهم راح يضيفوا ايفنت جديد زي تحديات، التحديات قدامكم كل جوائزها بخاخات، ما لها دخل بهجوم العمالقه، هاي شيء منفرد يعني، ما بعرف متى راح يضيفوه. الان نتكلم عن الاضافات الجديده، بالاول نتكلم عن الاشياء اللي بتزعلنا، التعديلات، هذا التعديل ما بزعلنا، هذا السيف اللي قدامكم اضافوا منه القدره الليجندري ذهبيه، حلو؟ حلو، عندك الشات جن عدلوا عليه، اللي هو الشات جن قدامكم صار اضعف، اللي هو بالوضع الطبيعي الميثك تاعه كان مطلقه على الراس دامج 250 دامج على الراس هيد شوت يذبح الخصم. فمع بداية تحديث اليوم قالوا انه خلص عدلوه قللوه، فبطل انه من طلقة واحدة يذبح الخصم يعني على راسه، بس لا طلع الخبر كيف؟ هو دمجه كان 250 صار 210، فما دام 210 على الراس يعني خلص تقدر تذبح خصمك من طلقة واحدة عادي ما تخافوا يعني، بس من 250 ل 210 صار. عندك هالقنبة انحذفت من الاطوار قنبة البناء، عندك هذا المسدس جديد كليا لسه ما شفت عنه فيديوهات، بس هذا المسدس راح تلقاه في اللعبه. شو كمان عندك؟ صور انتظار قدامكم، الصوره الاولى هاي فيها 3 سكنات، طب هاي السكنات عملوا لهم حزمه فورتنايت، اللي الحزمه اللي قدامكم راح ينزلوا اتوقع سعرها بدولارات او ممكن في بوكس، هاي الحزمه وهي اغراضهم 3 سكنات. عندك هاي الصوره الثانيه وعندك هاي الصورة الثالثة، الصورة الثالثة فيها سكن بنت الطيارة الناري وبنت الطيارة الجديد، هذا الآن أو مع تحديث اليوم انضاف، كان في مدونة السكنات المقترحة فراح يضيفوه فورتنايت بأي وقت في الأيتم شوب، وهيك شكل الحزمة راح يكون تتكون من هاي الأغراض، معها أكس وصورة ولون وحقيبة. عندك كمان هذا السكن جديد وهي أغراضه، وعندك كمان هذا السكن الباندا أو الدبدوب كمان راح يكون جديد، ما بعرف شو باقي أغراضه راح تكون. عندك هاي الحزمة كمان راح يكون معها في بوكس كمان حزمة جديدة راح تنزل خلال الفترة القادمة، ممكن اليوم ممكن بكرة ما نعرفش متى. شو في باقي كمان؟ عندك هاي الصورة مهمة جدا، فيها سكنين، هذول السكنين من داخل ملفات اللعبة ظهر مع المسربين إنه هذول سكنات حزم طاقم قادمة، سكنات حزم طاقم قادمة، الآن في حزمة طاقم شغالة ما لها فترة نازلة، فواحد من السكنين راح يكون حزمة الطاقم لشهر 5 والثاني راح يكون لشهر 6، الصورة تتكون من هذول السكنين، من السكنات المقترحة، سكن الولد وسكن البنت، فراح يكونوا حزم طاقم قادمة. عندك الدراجة الأولى اللي أضافوها فورتات مع بداية الشابتر الرابع انحذفت وظلت الدراجة جديدة. عندك هذا السكن اللي هو سكن الثعلب أو الذيب، سكن جديد راح ينزل قريبا، وهاي البنت سكن جديد، وبنت الطيارة جديدة كمان وريتكم إياها، وهاي البنت كمان سكن جديد. طيب حاليا فورتنايت شغالة على لوح تزلج جديد زي ما تشوفوا قدامكم بالصور، هيك راح يكون تقريبا شكله، فراح يكون زي لوحه تزلج القديم لكن بشكل جديد، ففورتنايت شغاله عليه حاليا. طيب نستعرض الرقصات اللي نزلت مع تحديث اليوم، هاي الرقصه راح تكون مدمجه لهذا السكن بس، سكن الثعلب او الذيب. هاي الرقصه راح تكون مع السكن، رقصه حلوه والسكن حلو بصراحه. الرقصه الثانيه اللي هي ليل، والرقصه الاخيره راح تكون عباره عن قلب مكسور بصير قلب مو مكسور. الله الله. الان راح نسوي مقطع ثاني ان شاء الله لتحديات ايرن السكن السري، لانه التحديات نزلوا في اللعبه. فبس بنهايه مقطعنا لا تنسى انه سكنات هجوم العمالقه الان في الايتم شوب، وكثير منكم راح يشتري السكنات، فلا تنسى اذا حبت تدعمني انك تشتريهم بكودي YZYDD، وصور مقطع فيديو وانت بتشتريهم بكودي وارسل اياه في حساب الانستغرام، باخذ الفيديو منك وبنزله عندي ستوري في الانستغرام. فبالنهايه لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وكود شوب YZYDD. مع السلامه. We'll be right back.